شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا فيما مضى حول التاريخ، وقلنا إن هنالك وظائف لنا تجاه التاريخ. الوظيفة الأولى القراءة، وقد تحدثنا حول هذه الوظيفة فيما مضى. أما الوظيفة الثانية فهي التحليل، نضع أولا القضية في إطارها الكلي. هنالك أفراد يمتلكون عقلية تحليلية، وهنالك أفراد لا يمتلكون العقلية التحليلية. العقلية التحليلية هي تلك العقلية التي لا تكتفي بملاحظة الأشياء وقراءة الأشياء، وإنما تحاول النفوذ إلى أعماقها، تحاول تقييم الأحداث والقضايا والأفكار والظواهر، تحاول الربط فيما بين العلل والمعلولات. هذه العقلية هي التي يقال لها العقلية التحليلية. نحن يجب علينا، ينبغي علينا أن نحاول أن نربي هذه العقلية التحليلية. واحد يحاول أن يحلل كل شيء ويفكر في كل شيء ويكتنح أعماق كل شيء
حتى إذا بدا الشيء شيئا طفيفا عابرا. ملاحظة الأشياء العابرة وملاحظة الأشياء الطفيفة قد تقود الفرد إلى حقائق كبيرة. الشيخ رحمة الله عليه الآن هو المحور من المحاور المهمة في جميع الحوزات العلمية. هذا المنهج اللي الآن موجود عندنا في الفقه وفي الأصول يمكن أن يقال عنه إنه منهج الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. قيل ذات مرة للشيخ: أنت ماذا تطالع؟ أنت عندما تأتي إلى البحث ما الذي تطالعه؟ ومن أين تأتي بهذه الأفكار وهذه التحقيقات؟ قال الشيخ: أنا أطالع الجواهر. وربما ذكر أيضاً بعض الكتب الأخرى، الظاهر أن الشيخ كتب ما كانت عنده بالمقدار الكثير، ولذلك عندما تلاحظون كتب الشيخ ينقل يقول عن الشيخ، عن العلامة مثلا، حكي عنه، كأنه الكتب ما كانت عنده. ولعله هذا كان مظهر من مظاهر زهد الشيخ أيضا، كان يريد أن يعيش حياة أقل الطلبة في كل شيء حتى في الكتاب. كتب ما كانت عنده كما يبدو. فقال: أنا أطالع الجواهر. قالوا له: نحن أيضا نطالع الجواهر. فقال الشيخ، وربما كانت هذه الكلمة للتعليم، قال: أنتم تطالعون الجواهر صفحة صفحة، وأنا أطالعه كلمة كلمة. هذا هو الفرق بين المنهجين. واحد يأخذ الجواهر يطالع صفحة صفحة، خصوصا من الصفحات القديمة، الطبعات القديمة الكبيرة. أما الشيخ كان منهجه أنه يطالع الجواهر كلمة كلمة، يدقق هذه الكلمة ما معناها، ما أبعادها، ما أغوارها. وبذلك ربما يجد وراء كلمة واحدة بحر من المعرفة، وبحر من التحقيق، وبحر من التدقيق. هذا هو المفروض، أنه واحد عندما يطالع الجواهر أو غير الجواهر يطالعه كلمة كلمة. هذه هي المنهجية التحليلية، هذه هي العقلية التحليلية. هذا المنهج يجب أن يستخدم في التاريخ أيضا. أحد الخطباء كان يقول كلام لطيف: كلامنا حول الكلمة. كان يتحدث حول حديث النبي صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. كان يقول الشكل الطبيعي أن يكون الحديث
قام أحدهما أو قعد الآخر؟ هذا هو المعروف، السؤال المعروف، أن الإمام الحسن قعد وأن الإمام الحسين قام، فإذا قام أحدهما وقعد الآخر. هذه الشبهة المثار المعروف. هو كان يقول لا، هذه الألف في قاما ألف التثنية وفي قعدا تدل على أن كليهما قام وأن كليهما قعد، فالشبهة غير واردة. إذا واحد قال لكم لماذا قام الإمام الحسين وقعد الإمام الحسن، هذا السؤال غلط في طرح. الإمام الحسن قام وقعد، الإمام الحسين قام وقعد، السؤال غلط. منتهى القضية أن الإمام الحسن قام أولا ثم قعد، وأن الإمام الحسين قعد أولا ثم قام أو قعدا، إشارة إلى قيام كليهما وقعود كليهما، وإلا الإمام الحسين قام في الأشهر الأخيرة من حياته. كم عام الإمام الحسين عاش إماما في عهد معاوية؟ فترة طويلة، أعوام طويلة. فإذا الإمام الحسين قعد، الإمام الحسن قام أولا وقعد ثانيا، والإمام الحسين قعد أولا وقام ثانيا، فالسؤال في طرحه يحتوي على مغالطة. السؤال هكذا يجب أن يكون: لماذا قاما ولماذا قعدا؟ هذا هو الطرح الصحيح، مو لماذا قام أحدهما وقعد الآخر. فالكلام أنه في أحداث التاريخ ينبغي علينا محاولة التحليل، هذه العقلية التحليلية التي نجدها في الفقه. الفقهاء في الروايات الفقهية عندهم عقلية تحليلية، يأخذون الروايات، يجمعون فيما بينها، يلاحظون الحاكم والمحكوم والوارد والمورود والمطلق والمقيد والعام والخاص إلى آخره، يلاحظون الصدور ويلاحظون الظهور ويلاحظون الجهة. هذه العقلية التحليلية الموجودة في الفقه والموجودة في الأصول يجب أن تكون في التاريخ أيضا، وربما كلمة واحدة في التاريخ تحل معضلة فكرية كبيرة. العام سيد مجتبى حفظه الله، أكو هنالك كلام كثير أن مسلم ابن عقيل لماذا لم يقتل ابن زياد، هذه شبهة معروفة والخطباء يتحدثون حولها. العام كان عنده تحليل جديد فيما أعلم حول هذه القضية، وكان مبتني على كلمة في التاريخ. أكو كلمة في التاريخ غير ملحوظة، وهي الكلمة التي قالتها زوجة هاني لمسلم بن عقيل. العم كان يقول هذه هي العلة، أو هذه من العلل المهمة، كلمة واحدة ربما تحل معضلة فكرية وتاريخية كبيرة. إذن المهمة الأولى القراءة، المهمة الثانية
التحليل. المهمة الثالثة التصفية، تصفية التاريخ. التاريخ تعرض لعمليات التحريف. الآن ليش نروح للتاريخ؟ الحاضر، الآن الحاضر الذي نشاهد مع كل وسائل الوضوح الموجودة. الآن الأشياء كلها مكشوفة في عهد العولمة الثقافية الإعلامية مع كل هذا الوضوح الموجود. خبر يحدث في آخر الدنيا بعد اللحظات أو دقائق نطلع عليه مع هذا الوضوح. الآن التاريخ يزور، يعني الحاضر يزور، لأن هذا الحاضر بعد لحظة يتحول إلى تاريخ. إحنا هذه اللحظات اللي الآن دا نعيشها، لحظة كل ثانية اللي تمر هذا حاضر، بعد لحظة يتحول إلى تاريخ. الحاضر يزور. أكو هنالك جهات متخصصة في تزوير الحاضر ويزورون، فكيف بالتاريخ؟ التاريخ اللي كان يعيش عهد الغموض، وسائل إعلام ما كانت، مواصلات ما كانت بهذا الشكل، راديو ما كان، تلفزيون ما كان، بقية الأدوات ما كانت، المصالح السياسية الحاكمة، المصالح الاقتصادية الحاكمة، المصالح المذهبية، العوامل الطبيعية، كل هذه الأربعة السياسية والاقتصادية والمذهبية والطبيعية ساهمت في تحريف التاريخ وفي تزوير التاريخ. هنالك أحداث تصب في جريانات طبيعية، طبيعي، ولكن هنالك أحداث تصب بشكل مباشر أو غير مباشر في جريانات غير طبيعية. يجب أن يكون عندنا موقف الشك، هذا الحدث صحيح أم لا؟ هل هذا دا يخدم جريان معين، اتجاه معين؟ لصالح من هذا الحدث؟ موقف الشك، الشك الذي يكون كما يقول الحكماء معبرا لليقين، هذا هو الشك المطلوب، مو الشك الذي يقف فيه الإنسان، شك يكون معبر لليقين. أبو طالب كان كافرا ومات كافرا وهو في ضحضاح من النار، هذا وين دا يصب؟ أكو هنالك مصلحة لتيار معين في تثبيت هذه القضية في التاريخ؟ بل أكو هنالك جهات كان يهمها أن تنتقص أمير المؤمنين صلوات الله عليه بأي شكل، الأفراد الذين ما تورعوا من قتل أمير المؤمنين، من إشهار السيف ضد أمير المؤمنين، من إشعال الحرب ضد أمير المؤمنين، يتورعون عن اتهام أمير المؤمنين ومن يحيط به. أبو طالب كان كافرا، التسنن
الذي نجده هذا صناعة معاوية. في الواقع معاوية هو الذي صنع التسنن بهذا الشكل المتطرف. أبو طالب كافر، هذا محاولة لانتقاص أمير المؤمنين، أبوه كان كافر، محاولة ضرب أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولو بهذا الشكل، هذا ما يصب في تيار معين، في جريان معين، في الجريان المضاد. هذه المفردة، التاريخ يتكون من مفردات، هذا الشيء مفردة تصب في التيار المضاد، هذا ما يثير الشك في هذا. طبعا ثابت تاريخيا أن أبا طالب كان مؤمنا، وأنا رأيت كتاب أن أبا طالب كان من الأوصياء، من أوصياء الأنبياء، ذاكر أدلة تاريخية حول ذلك. هذا ربما يكون شوية واضح، والقضايا تتدرج في الوضوح وعدم الوضوح. خديجة كانت متزوجة من قبل حقيقة هالشكل، هذا وين دا يصب؟ هذه المفردة تصب في وين؟ في ترفيع متوهم لمقام عائشة، أن عائشة هي الوحيدة التي لم تكن قد تزوجت من قبل، بينما هنالك حقائق تاريخية تدل على أن خديجة لم تتزوج قبل النبي صلى الله عليه وآله بأحد، وهم قالوا لها أنت رفضت الأشراف وتزوجت يتيم أبي طالب لا مال له. مجموعة من علمائنا يقولون إنها لم تكن متزوجة من قبل، هذا محاولة لرفع كفة عائشة، هذا يحتاج إلى تحقيق. عثمان ذو النورين، هذا وين دا يصوب؟ هذا دا يصوب في هذا الجانب، إذا علي ذو نور واحد فعثمان ذو النورين، إذا علي تزوج فاطمة صلوات الله عليهما فعثمان تزوج زينب ورقية ابنتي رسول الله. طبعا شتان، حتى إذا فرضنا أنه زينب ورقية ابنة رسول الله، شتان بين فاطمة وبين زينب ورقية، لا يقاس بفاطمة أحد، وهذا مو فضيلة لعثمان، ولكن بهذا المقدار، هذا ما يحتاج إلى تحقيق. مجموعة من المحققين من العلماء يعتقدون أنه زينب ورقية ما كانتا بنتي رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما كانتا بنتي زوج أخت خديجة، يعني خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله ورضوان الله على خديجة. خديجة لها أخت يقال لها هالة، هالة لها زوج يقال له أبو هند، أبو هند له زوجة أخرى غير هالة. زينب ورقية ابنة أبي هند من زوجته الأخرى، يعني بنت زوج أخت خديجة. شوفوا وين، راجعوا كتاب الصحيح
هناك ذاكرة الأدلة التاريخية على هذا المطلب. أبو هند كان له زوجة وله منها بنتان زينب ورقية، ماتت زوجته فتزوج هالة أخت خديجة. بعدين أبو هند مات، خديجة تكفلت هالة وبنتيها أختها. بعدين هالة ماتت فخديجة تكفلت بنتي هالة. إذا واحد كبر في بيت يخاطب الكبير بمنو؟ بأبي. إذا واحد كبر في بيت، في بيت عمه ينادي بابا، ينادي مثلا زوجة عمه مامه، شيء طبيعي. وحتى إبراهيم وعليه وعلى نبينا وآله كما في الرواية، آزر ما كان أبا إبراهيم وإنما كان أبوه تاروخ. القرآن يدل على ذلك، الآن مو شاهدنا في ذلك. اجمعوا بين آيتين من القرآن تدل على أن آزر اللي كان عابد للأصنام ما كان أبو إبراهيم، أبو تاروخ كان ميت من قبل. ولذلك عرفت هاتان البنتان بأنهما بنات رسول الله، يعني متبنيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إلى أن تصل القضية إلى أشياء جدا واضحة، مثل أن أبو بكر كان مع النبي في الغار، صدق كان في الغار ويا النبي. هذه الماكنة التي تصنع التاريخ مو محتمل أنه صنعت هذه المفردة. وأكو كتاب ألف، الآن ما أريد أأيد هذا المطلب أو أنفي هذا المطلب، كتاب ألف أن أبا بكر لم يكن مع النبي بالغار سالبة بانتفاء الموضوع. هذا كذا صنعه معاوية وأمثال معاوية. واحد ثاني كان مع النبي في الغار، عبد الله بن باك، فحولوا القضية إلى أبي باك. يعني شوفوا هؤلاء أفراد حكموا، بني أمية شقد حكموا؟ كم عام؟ 1000 شهر حكموا. يعني كم عام؟ 80 عام تقريبا. بني العباس كم حكموا؟ يمكن 500 عام تقريبا. التاريخ كان بيدهم، وعاض السلاطين كانوا يكتبون، الحديث النبوي كان ممنوع. فذول شنو فعلوا؟ انتوا لاحظوا حكومة الآن تعيش 30 عام 40 عام، شنو تصنع في التاريخ؟ فهؤلاء الذين حكموا 600 عام أو أكثر أو أقل، ماذا فعلوا في التاريخ؟ وكل شيء كان بيدهم، وما كانوا يتورعون من أي محرم، سفكوا الدماء، قتلوا الأبرياء، هتكوا الأعراض. في ليلة واحدة واحد منهم كان يقتل 60 علوية، كان عندهم مانع من الاتهام والكذب والدجل والتزوير. أحد الخطباء قرأ هنا أنه فلان الكذاب من أولاد الأئمة صلوات الله عليه. الوالد رحمه الله بعد ما كمل قال إذا يوم القيامة هذا أخذ قدامك جعفر وقال أنا هذا كذب كان، بني العباس اختلقوا هذه الكذبة، ليش قرأت فوق المنبر؟ شنو جوابك؟ هؤلاء الذين ما تورعوا من قتل الأئمة كان عندهم مانع من اتهام أولاد الأئمة، تلويث بمختلف الصور. معاوية اللي ما كان عنده مانع أن يقول علي بن أبي طالب ما لا يصلي، تارك للصلاة.
أبو هريرة اللي ما كان عنده مانع من أن يقول إن من أحدث في المدينة فعليه لعنة الله إلى آخر حديثه، هكذا كانوا يتكلمون، عندهم مانع من الكذب والاتهام. فالحقيقة هذه المفردات التي كلها تصب في تيار معين، هذه كلها يجب أن تدرس من جديد. وإحدى الكتب الموفقة بالمقدار الذي رأيت، ما عندي تتبع كامل، كتاب الصحيح، متبع كثير من هذه المفردات التاريخية وأثبت زيفها وبطلانها. عقيل ذهب إلى معاوية، واقعا ذهب إلى معاوية، لو هذه من أكاذيب معاوية لتضعيف جانب أمير المؤمنين صلوات الله، وهكذا. المهمة الأولى القراءة، المهمة الثانية التحليل، المهمة الثالثة التصفية، المهمة الرابعة التطبيق. المهمة الخامسة العرض. المهمة السادسة الاستفادة من التاريخ في المجال الفقهي. ضاق بنا الوقت، نكتفي بالمهمة الرابعة وهي التطبيق. تطبيق سيرة النبي صلى الله عليه وآله، سيرة الأئمة صلوات الله عليه. هذا يتوقف أولا أن نعرف ماذا كانت سيرتهم. إحنا الآن ذهنياتنا مخلوقة في جو اجتماعي معين، هذا الجو الاجتماعي إلى أثر، هاي ثقافتنا اللي الآن موجودة، هذه الثقافة كيف تكونت؟ من عوامل تكوين هذه الثقافة الجو الاجتماعي، الجو الاجتماعي جدا مؤثر. أجيب مثال لذلك، إحنا مجتمعنا وثقافتنا في إيران في العراق، قضية التعدد مستهجن. إذا قيل إن فلان تزوج زوجته، شيء غير مقبول، مو طبيعي، مدان هذا الرجل، بالذات إذا رجل كبير عالم من علماء الدين يتزوج زوجتين. في إيران والعراق أو في بعض المناطق منهما قبيح هذا العمل، هاي ثقافة معينة، بينما ينقل أن في بعض المناطق الأخرى القضية جدا طبيعية التعدد، والزوجة الأولى تدعو زوجها إلى الزواج بالثانية وتحرضه على ذلك وتشوقه على ذلك وتذهب وتخطب له، هي تخطب بعد فترة. هذا مكتوب، راجعوا كتاب الغابة، هناك مكتوب تفصيل هذا المطلب. بعد مدة الزوجتان تجتمعان أنه الآن لابد من زوجة ثالثة، ويحرضون الرجل إلى أن يأخذ الثالثة. بعد مدة ثلاثة يجتمعون ويحرضون الزوج على الرابع.
هذه ثقافة أيضا. إذن المجتمع دا يأثر على ثقافتنا. وقرأت في مكان أيضا كان مكتوب واحد باسم أبو طالب في شرق آسيا متزوج ما أدري 10 9 4 منهم بالدائم والبقية بالمؤقت، وكلهم يعيشون في بيت واحد فيه صالة واحدة وغرفة واحدة، وعنده ما أدري 34 طفل 35 طفل كلهم هناك يعيشون صالة واحدة وغرفة واحدة، والوهابيين تحركوا ضده وأخذوه وألقوه في السجن أو أشباه الوهابيين في تفصيل. المهم اللطيف كان كاتب أن أغلب زوجاته من الجامعيات المثقفات، دكتورة مهندسة كذا، هاي ثقافة. إحنا هذه الثقافة اللي عندنا نابعة من الدين أو نابعة من المجتمع، المجتمع المنحرف؟ هذه ثقافة. أنا ما أريد أشوق الإخوة إلى تعدد الزواجات، أنا أقول هذه فكرة استهجان تعدد الزواجات. منين ناشئ؟ من الدين أو من المجتمع؟ من المجتمع مو من الدين. بقية الأفكار اللي عندنا غير الضروريات والبديهيات واليقينيات والأشياء التي قامت عليها الحجج الشرعية، ما تحتملون أيضاً تكون نابعة من مجتمع منحرف؟ يعني هذه المنظومة الفكرية اللي الآن عندنا منين نابعة؟ نحتاج أن نرى أن النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يعيش، هذا جدا مهم. أنا أظن أن العلماء الذين يطالعون تاريخ النبي، عملهم أسلوبهم منهجهم يختلف عن العلماء الذين لا يطالعون تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي شلون كان يعيش؟ كيف كان يتعامل مع الشباب؟ عندما كان يشوف شاب النبي شلون كان يتعامل؟ كان يأخذ نفسه، لو كان يسأله عن أحواله عن عمله، متزوج أنت أو مو متزوج؟ إذا مو متزوج لماذا مو متزوج؟ إذا قال ما عندي مال يقول تعال لي مثلا عند وقت الجذاب، هذا منهج. النبي كيف كان يتعامل مع الشباب؟ إحنا عقليتنا وذهنيتنا تجاه الشباب، من الذي خلقها؟ الدين أو المجتمع؟ هذا يحتاج، يجب أن نطالع تاريخ النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين ونطبق تاريخه. النبي كيف كان يتعامل مع المرأة؟ هذه الذهنية اللي الآن موجودة عندنا تجاه المرأة، هذه ذهنية اجتماعية خلقها المجتمع أو لا ذهنية خلقها الدين؟ النبي كيف كان يتعامل مع الشباب، مع المرأة، مع الشيوخ، مع الأطفال؟ هذه قضايا مهمة. مثلا من المعالم الثابتة في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله أنه لم ينقطع عن المجتمع أبدا، قضية جديرة بالمطالعة. النبي كان مع المجتمع مع أنه تحول إلى حاكم. إحنا شوية خل تجي بيدنا قدرة إمكانية ننقطع عن المجتمع. النبي شلون كان يعيش مع المجتمع؟ إلى اللحظة الأخيرة لم ينقطع عن المجتمع. من المعالم الثابتة كان يصلي صلاة الجماعة كل يوم 3 مرات أو 5 مرات.
هذه القضايا، هذه المفردات. لبس النبي صلى الله عليه وآله شنو كان؟ هيئته، طعامه، كلامه، منهجه، نومه، قيامه إلى آخره. أنا ما أقصد التطبيق الحرفي لكل شيء. القاعدة العامة في النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أكو بعض الأشياء خرجت بالدليل. ما خرج بالدليل؟ الوالد رحمه الله في الفقه يقول التاريخ لا يجوز أن نتعامل معه كميت ينقله هواة الآثار من متحف إلى متحف. فدميت يأخذوا ينقلوا من متحف إلى متحف آخر. التاريخ مو ميت، هذا واضح. يعني أفرض إذا النبي صلى الله عليه وآله مثلا في حرب من الحروب صف المسلمين صفا واحدا هالشكل، ربما يكون هذا مما خرج بالدليل. الآن في الحروب الحديثة أيضا نصف الجيش صفا واحدا هالشكل كما فعله الشيخ محمد في حرب فلسطين، قال إحنا لازم نصف صفا واحدا هالشكل قدام اليهود، فإجوا صف واحد وتقدموا فرشوهم جميعا بالرشاش وقضي على الشيخ محمد وجماعته صفا واحدا في ذلك اليوم كان من نقاط القوة. أما ربما الحروب الحديثة الآن تقتضي نحو آخر. أكو أشياء خرجت بالدليل، هذا واضح، وأكو أشياء هم أهل البيت صلوات الله عليهم أشاروا إلى أنها ليست لكل زمان، يعني قضية خارجية مو قضية حقيقية، هذا مخارج بالدليل. ولكن القاعدة العامة ما قاله القرآن الكريم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن ينبغي أن نحاول أن نطالع تاريخ النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين ونطبق ما عمله النبي والأئمة على حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.